الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط في الجزء الثالث والأخير لهذه السلسلة. إذن فلنبدأ على بركة الله. لي كونيكتور يعني الروابط. عرفنا الروابط هما enfin, d'abord, ensuite, puis إلى آخر. هذا enfin, ensuite, d'abord, puis. هنا طلب مني ميتي en ordre les bienfaits du handball. يعني هنايا قال لك رتب لي الجمل. دائما ترتيب الجمل d'abord هي الأولى، ومن بعدها تجي ensuite، ومن بعدها puis، وفي الأخير enfin. اللي تشفع ليها أنه d'abord هي الأولى وأنفا هي الأخيرة، بوي أنسويت على حساب المعنى تاع الفقرة. هنا أطلب مني ثاني أنو كومبليت باغ لي لونيميراسيون سويفون أبخي، يعني فيما بعد، أنفا في النهاية، بوي ثم دابور في البداية. إذا دابور دائما دابور، كون تو في لو سبور تو تو ميسكل، يعني كي دير سبور يعني تولي عندك عضلات. واش ندير من بعدها؟ بوي ثم لي زاكتيفيتي سبورتيف سون دي زوكازيون دو رونكونتري، يعني النشاطات الرياضيه هذه هي عباره عن فرص للتلاقي. ابري براتيكي ان سبور سورتو اون كومبيتيسيون تابرون ا جيري لا ريفاليتي، يعني لازم تعلم وتشارك في هذه البطوله. اونفا في الاخير غراس او سبور اون ابرون اي اون بروغريس، يعني بفضل هذه الرياضات نتعلموا ونتطوروا في حياتنا. إذا مثال آخر أيضا، دائما ما نبدأ بدابور جو برون مون ديني، يعني قبل نتعشى، ومن بعد شنو ندير؟ بوي جو مبغوس لي دون، يعني نغسل أسناني. أبخي جو في مي دوفوار، يعني نحل واجباتي. أونفان جو موكوش، نرقد. في البداية يعني نتعشى، ثم نغسل أسناني، فيما بعد ننجز واجباتي، وفي الأخير أنام. إذا هذا هو الترتيب. إيش فعل هذا الترتيب؟ كيفاش تحطه في الفراغات؟ يعني يتحطه في الفراغات يتكتب به التعبير الكتابي. وصلنا لسيني. لسيني هو علامات الوقف، مثلا فاصلة، نقطة، عام استفهام، إلى آخر. كومبليت لي كاز فيد باغ لي سين دو بونكتياسيون كي كونفي، يعني هذه الأسئلة راه تاع الفصل الأول في السيكونس 3، يعني في الفرع الأخير الثالث. إذا أمين سادغيس أ رشيد، يعني أمين راه يهضر مع رشيد. واش نديرو؟ نديرو زوج نقاط، لانه راح يبدا حوار، والحوار دائما نديرو فيه لي تيغي. اذا مطه تيغي. كيل سون لي سبور كو تي بريفير، ما هي الرياضات التي تفضلها؟ عباره عن سؤال. اذا نديرو بوان دانتيروغاسيون. ومن بعد الحوار الثاني اذا يبدا دائما بتيغي، يعني مطه. جام لا ناتاسيون اي لو فوتبول، احب السباحه وكره القدم. كملت الجمله عباره عن جمله خبريه، اذا نديرو نقطه هي ان بوان. سؤال آخر، ponctue le texte suivant par les signes de ponctuation. Les signes de ponctuation هي علامات الوقف هذه. Il y a plusieurs types de sport. كاين العديد من أنواع الرياضة. مادامني راح نشرح، دائما في الشرح نديرو زوج نقاط. راح نمد في الشرح نتاعي وراح نمد الأنواع تاع الرياضة ندير. إذا المطة الأولى le sport individuel، يعني الرياضة الفردية. نديرو virgule le judo la natation لوسكي. بعد ما كملت الجمله نديرو بوان. هنا كاين خطا، نديرو دو بوان. علاش؟ لانه الرياضات الفرديه نعرف فيهم شكون هما، لو جيدو لا ناتاسيون لوسكي. ركز معايا جيدا، في البلاصه تاع الفيرغول هذه نديرو دو بوان. علاش؟ لاني راح نعرف شكون هي الرياضات الفرديه. اذا لو جيدو لا ناتاسيون لوسكي. مثال اخر، اذا ندير تيغي لو سبور كوليكتيف، الرياضات الجماعيه، نديرو دو بوان ثاني هنايا. يعني اخطأت انا درت لا فيغول، دير دو بوان. اذا شكون هما الرياضه الجماعيه؟ لو فوتبول كره القدم، لو هاندبول ثاني فيغول، وفي الاخير نديرو بوان. اظن ان الفكره وصلت. اذا اعيد فقط، دو بوان نستعملوهم كي نعود راح نشرح ولا نمد في امثله. نديرو دو بوان. لا فيغول وقتاش نستعملها؟ نستعملها كي تكون مثلا كاين حوايج بزاف نهضر عليهم، مثلا جيدو، ناتاسيون، سكي، وفي الاخير دائما ندير نقطه. والتيغي هي الحوار، نستعملها اكثريه في الحوار. إذا لي بروديكسيون، بعض الأمثلة تاع تعابير كتابية مطلوبة أنك تملأ الفراغات تاعها. ركز معي جيدا. عطاونا سكر، بون، أو، فيكولون هما النشويات، كور هو الجسم، لا غراس الدهنيات، فخوي الفواكه، غوبا الوجبة، بروتين بروتينات، ليغيم هي الخضر. إذا لا كونسوماسيون دو ديفيرون سورت داليمون
assure une bonne santé. إذن un repas équilibré يعني وجبة متوازنة comprend des تحتوي على pâte, riz ou pain يعني العجائن والأرز والخبز هما نشويات والنشويات هما يسمون فيكولون. اي 5 وخمسة يعني حبات منها الفخوي والله ليغوم. par jour في النهار une petite quantité وكمية قليلة من واش اذا من البروتين. كيفاش عرفتها بروتين هنا؟ لانه بين قوسين دير لي فرماج وفيوند هذو اللي يجيبون البروتينات فرماج والفيوند اللحم. كومبليت لو غوبا يعني تكمل هذه الوجبة. كونسومي اون فيبل كونتيتي يعني استهلك باقل كميه. وشكون هما؟ اذا الدسم. علاش؟ لانه الدسم مضره بالصحه لازم نستهلكوا اقل ما يمكن منها. اي لي سوكر والسكريات ايضا علاش؟ سون دي زاليمون اوتيل. هذو كميات لازم تستهلكها بكميات قليله جدا لانها مضره لكنها تنفع يعني الجسم يحتاج منها القليل ثم القليل. مادام انا الابوستروف يعني نشوف هنايا او تبدا بفويال مادام يعني التلميذ يكون شويه ذكي على الاقل. لو اذا الماء. نو اي بينيفيك يعني نافع كار نوتخو كور جسمنا اون ا بوزوان بور فونكسيوني كوريكتمون باش يعني الجسم تاعنا لازم باش يخدم مليح يحتاج الماء بزاف. اذا هذه فقره ممكن تحتاجها وانك تكتبها عندك وتحاول تدي منها افكار باش تساعدك في كتابه فقره. نمر الى المثال الثاني. بور بعد بور دائما يجي فيرب على الانفينيتيف يعني مش مصرف. اذا بور غوندير هذا هو لو فيرب. بور غوندير اي غاستي اون بون سونتي نديمة تقريبا بون تتعلق بالسونتي صحه جيده. نوتخو كور ا بوزوان دون فاريتي داليمون يحتاج على تغيير تاع الاغذيه. Notre alimentation doit contenir. يعني تغذيتنا يجب تكون فيها دولو يعني الماء. فخوي اي لوغيم كما تعرفنا في التعبير السابق هو 5 فخوي اي لوغيم شاك جور كل يوم. كوم لو ري اي لي بات كما الارز والعجائن شنو هي سميناها لي فيكولون نشويات. دي فيكولون بروتينات. البروتينات شكون هي؟ فيها الفخوماج قلنا وفيها الفيوند اللحم. اذا فيوند فخوماج. اون فيبل كونتيتي دو غرا اي دو سوكر يعني كمية قليلة من الدسم والسكريات. une alimentation équilibrée تغذية متوازنة nous permet d'éviter تسمح لنا باش نتجنبوا العديد من واش عديد من الأمراض يعني plusieurs maladies. مثال آخر on se lave les mains باينة بلي نغسل الأيدي pour éliminer باش نتجنبوا ولا نقصيوا ماذا الميكروبات les microbes qui se transmettent facilement d'une personne à une autre يعني التي تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر. il faut se couvrir la bouche يعني لازم نغطي فمي et le nez والأنف quand on يعني وقتاش نغطي الفم تاعي ولا الأنف تاعي وقتاش كي نعود نسعل ولا نعطس quand on tousse يعني نسعل ou quand on éternue. éternue هي أعطس. cela هذا nous permet يسمح لنا وشني d'éviter باش نتجنب de tomber malade باش يعني باش نمرض نتجنب المرض اي دو روندر لي زوتر باش ما نرجعش الناس اللي معايا ولا المحيطين بي نرجعهم مرضى لي زوتر مالاد. اذا هذا التعبير بكل سهوله. مثال اخر بور اتر اون بون سونتي كما قلنا قبل قليل جو غارد ما بروبرتي دو لا مانيير سويفون يعني نحافظ على نظافتي بالطريقه التاليه. جو ميما يعني الايدي واش معناها؟ جو لاف يعني اغسل. Je lave mes mains avec de l'eau, بالماء et du بالماء والصابون. إذن du savon, de l'eau et du savon. Avant et après, قبل وبعد chaque كل يعني نقولوا إحنا بالدرجة نقولوا قبل وبعد الوجبة. إذن chaque repas. الغربة هي الوجبة. Pour me débarrasser des microbes, باش نتخلص من الميكروبات qui cause des التي تسبب ماذا الميكروبات؟ دي مالادي أمراض. جو هنا عطاني لي دون الاسنان واش نديرو؟ جو بروس. جو بروس مي دون 3 فوا ثلاث مرات في اليوم باغ جور اي جو مودوش وندوش دو باغ سمان يعني ندوش زوج مرات في الاسبوع. اذا هذا التعبير. شوفوا التعبير الاخر بور اتر اون بون سونتي نفس الشيء جو دوا مونجي دي واش لازم ناكل؟ لازم ناكل دي زاليمون اغذيه دو شاك فامي من كل العائلات. وشني العائلة هذه؟ دي فخوي اي ليغوم يعني فواكه وخضر. دي برودوي ليتي ومنتوجات يعني تابعة للحليب مشتقات الحليب. دي فيكولون اللي قلنا عليها النشويات اشاك غوبا. في
في كل وجبة لازم نتناول خضر وفواكه والنشويات. دو لا فياند اللحم، دو بواسو ثاني، ودي زو والبيض. اون فوا باغ جو على الاقل مره واحده في اليوم. لي برودوي غرا يعني المنتوجات الدهنيه هذه والسكريه سكري ليست ضروريه، نو سون با نيسيسير. نيسيسير هي ضروريه، ليست ضروريه تولي جور، ليست ضروريه كل يوم. Pour grandir et rester en bonne santé, il faut suivre les consignes suivantes. Ensuite, il est important de se nourrir correctement. يعني من المهم أنك تتغذى مليح. Et varier ses aliments. يعني وتغير من الأغذية تاعك. يعني التي تكون في بروتينات ونشويات وفيتامين. إذن حنحط فيتامين ولا سانتي ولا بروسي ولا ميسكلي. إذن مادام عطاني بروتين، نشويات، كالسيوم، إذن فيتامين. Enfin, il faut pratiquer un sport. لازم نمارس رياضة pour avoir un corps bien musclé. لازم نتعلم ندير نشاط رياضي باش نتحصل على جسم يعني ذو عضلات bien musclé et fort وقوي. D'abord, il faut avoir une bonne hygiène corporelle. لازم تحصل باش نتحصل على وقاية جسدية. Se laver les mains, نغسل الأيدي avant de manger قبل الأكل. والأسنان هنا واش ندير لهم؟ Se brosser les dents après chaque repas. ونغسل الأسنان بعد كل وجبة. Et se doucher يعني وندوش كوتيديان يوميا. اذا هذه الفقره بعد ما حطينا لها الفراغ تاعها عاود رتبها. كيفاش نعاود نرتبوها؟ نبداو بدابور، بعد انسويت، بعد انفا. هذه الجمله الاولى تحافظ عليها كما هي، تخليها كما هي، ومن بعدها تبدا هذو ثلاث نقاط برك اللي نرتبهم. تبدا بدابور، بعدها انسويت، وبعدها انفا. هذو التعابير راح يعاونوك بزاف 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 في اكتساب المفردات والجمل. حاول تكتبهم عندك وتشفع عليهم، بالك يفيدوك إن شاء الله. إذن ما علي إلا أن أشكركم في نهاية هذا الفيديو. أشكركم جزيل الشكر في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.